اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لرضيتك ولا ينفع ذا الجد من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصائمون أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، تسبيحا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا. إذا طال النهار على الصائمين قصروه بالأذكار، وإذا آلمهم الجوع أذهبت حرارته الأذكار. يذكرون الله فيذكرهم، يقول تعالى فاذكروني أذكركم، ويشكرونه فيزيدهم لئن شكرتم لأزيدنكم. الصائمون الصادقون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الصائمون الصادقون تطمئن قلوبهم بذكر الله، وتسعد أرواحهم بحب الله، وترتاح نفوسهم بالشوق إلى الله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فلا إله إلا الله، كم من ميت ما عرف الذكر ويعيش في الحياة، يأكل ويشرب ويسرح ويمرح، ولكنه ما عرف الحياة أبدا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الصائم الذاكر أسبق الناس إلى الخيرات، سريع إلى الجنة، بعيد عن النار، سجلاته مليئة بالحسنات، مفعمة بالخيرات، فهنيئا له. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رجل سأله عن عمل يتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا أعرض بعض المقصرين عن ذكر رب العالمين اجتاحتهم الهموم، وأحدقت بهم الغموم، وتوالت عليهم الأحزان. عندهم الدواء ولكن ما تناولوه، ولديهم العلاج ولكن ما عرفوه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هي الدنيا؟ وما هو ذهبها؟ ما هي فضتها؟ أي شيء قصورها ودورها؟ هكذا يزينها عليه الصلاة والسلام ويثمنها. فكل ما طلعت عليه الشمس لا يساوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهل من ذاكر يملأ ساعاته بهذه الكلمات الغاليات ليجدها يوم العرض الأكبر نورا وحبورا وسرورا؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. كان الأبرار إذا صلوا الفجر جلسوا يذكرون الله عز وجل حتى يرتفع النهار. كان بعضهم ينشر مصحفه بعد صلاة الفجر فيسرح طرفه في الآيات البينات والحكم البالغات، فيملأ صدره نورا وديوانه أجرا. إن المقصر التقصير كله من فاته رمضان ولم يسعد فيه بذكر ربه ولم يصرف ساعاته في تسبيح مولاه. فهل من مثابر يغتنم أنفاس العمر ودقائق الزمن؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موت ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا في ما شاء الله شارك مسابقات وكذا لا حاجات كذا مستقلة ما في إلا شارك أرسل لك ها أرسل لك إن شاء الله أرسل لي إن شاء الله أرسل في ال أنت في تويتر موجود في تويتر فضلت يدي كثير الله يجزاك التوفيق وياك إن شاء الله يجزاك لا إله الحمد لله.